ذا الكون لولا
حب المدينة يعدك في مصنى بالحبيب المشفع لي لك القدر والجاه أدري أدرك على من في قصيدة ومغنى صلوا على من حبه الله وسمى من علموا علما وأسماء والحمد لله رب العالمين
بالتقديم والتكريم نفدت القدرة الباحرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاوي الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون
فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الجالية بما قضت وأدهرت من سر هذا النور ما أدهرت وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برج في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى ونورا حير الأفكار نور وبار، فتألقت إمة الراكم لهذه الحروف بأن يركما في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور نار صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بأسر معسار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شهر أشرف المخلوق صلى الله عليه. وما أكرم الله بي في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. داعي تعلقي بهذه الحضرة الكريمة ولئن تسوك إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع صلى الله عليه. فإذا خلاني في صفات هذا النبي الشافي ويتروحاني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله الذي أحسن الشمائل وهنا أحسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنسى في أدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن ولي شيء لك الله النور المدع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب ولو فنور هذا الحبيب ولو محلوق برز في العالم منه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقاد. وقد أخرج عبد الرزاق بسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن ولي شيء لك الله قبل الإنشاء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الإنشاء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم
في البعث صلى الله عليه. وقد عد الروايات بأنه أول خلق وجود وأشرف مولودا. لما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظة خفية إذا صد من شاء من البنية بكمال الأسوسية وزودت هذا النور المبين أسلم وأبدو أشرفت من العالمين فأتنقل هذا نور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلا ما نصرت بتكريم أبيه الكريم لله يبدأ عبد المطلب ذي القدر العظيم ومن يديه في مخائف آمنة السيدة الكريمة آمنة فطلق أوصل عبد الله فألقه إلى بطنها فضمت وأنشأها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها عملت برعاية الليل كما ورد عنها حملا عبيبا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا إللا حتى أمر شرب الأشعار من حمل وقرب طبروسه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم في ضد فضله وتنتشر في أسار مجره الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك اليوم ذجينا لقاصد الزيارة للإمام المعظم
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، وبض عن قصبي يدي الذرة المكنونة والجورة المسونة، والجور كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج. صلى الله عليه. بقرب ظهور الشراك يا السراج، والعيون متشوبة إلى بروزك، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزك. صلى الله عليه. وكل دابة لقريش لتقد بسيج العبارة، معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حمل في ذلك العاب إلا تسبيا يا بغلاب من بركة والسعادة هذا ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذره البرق والكات أشراب البريات وبرزه من عالم الخبي لعالم الذكور بعد تنقله بالبطون والذغار. صلى الله عليه. فأنذرك الله في الوجود بجد التكريم، وبصد بالعالم الكبير مائدة التشريب والتعذيب ببروز هذا البشير الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونوق هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن الترحيب، صلى الله عليه، وأبطال الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، صلى الله عليه، الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور، يبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وقعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فتوت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم